أنا الآن في بداية الطواف لاستكمال باقي مناسك العمرة في عين الغرفان. الحاج نادر عيسى عبد الفتاح إخبارية أبو عيسى من قرية المشيرفة رحمه الله واسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات إحسانا بالسيئات عفوا غفرانا. اللهم إن كان محسنا فزده حسناتك وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن مساعدك. اللهم تقبل منه القليل وتجاوز عن التقصير. اللهم افتح أبواب السماء برحمتك وأبواب رحمتك وأبواب جنتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هم يقين. اللهم إنك أشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ألهم كتابه وهدى حسابه ولين ترابه وألهمه حسن جوابه حتى يكثره وأكله وفراه واجعل الجنة مستقره ومقره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ظله تحفظه وعرشه يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهه. اللهم اكتب اسمه على أبواب الجنة الثمانية. اللهم أبدل دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وذرية خيرا من ذريته. اللهم ادخله الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم مد له في قبره مد بصره. اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسح والسرور. اللهم انقله من ضيق اللحود والقبور ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضوب طلح منضود وظل منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة أفرش مرفوعة على الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.